السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم خاص بالنص المسترسل السباح الماهر مرجع المنير في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي. إذا بالنسبة لهذه الحصة فهي خاصة بدراسة الجزء الثاني. إذا رأينا في الجزء السابق، إذا في الفيديو السابق الجزء الأول، وأجبنا عن أسئلة الجزء الأول. إذا هذه الحصة سنخصصها لدراسة الجزء الثاني، إذا تابعوا معي. إذا سنقرأ الجزء الثاني ثم سنجيب عن الأسئلة الخاصة بهذا الجزء. السباح الماهر: كان يحلو لي أن أؤدي جميع أنواع السباحة كسباحة الفراشة، وهي السباحة على البطن مع تحريك الذراعين معا في نفس الوقت إلى الأمام ثم إلى الخلف مع إخفاء الرأس تحت الماء ورفعه للاستئناف من لحظة إلى أخرى، وسباحة الصدر التي تشبه سباحة الفراشة إلا أن الرأس يكون مرتفعا عن سطح الماء ويكون الذراعان تحت منسوب سطح الماء، والكارولي وهي السباحة المعتادة التي يضرب السباح أثناءها الماء بيده اليمنى ورجله اليسرى، ثم يتلو ذلك باستعمال يده اليسرى ورجله اليمنى وهكذا. وهناك أيضا سباحة الظهر. إذن هذا هو الجزء الثاني الخاص بهذه الحصة. إذن في هذا الجزء كما تلاحظون يتحدث السارد عن أنواع السباحة التي كان يمارسها. إذن الآن سنجيب عن أسئلة الجزء الثاني. نبدأ بالسؤال الأول من أغنية رصيدي: أبحث عن أضداد هذه الكلمات إخفاء مرتفعا سطح. إذن بالنسبة لكلمة إخفاء ضدها إظهار، مرتفعا ضدها منخفضا أو منخفض، إذن منخفضا. سطح قعر ضدها قعر، إذن سطح الماء أو قعر الماء، إذن سطح البحر سطح ماء البحر أو قعر البحر. إذن نمر الآن إلى السؤال الثاني. إذن السؤال الثاني: آتي بمفردات أو بمفردات من عائلة مرتفع. مرتفع، إذن مفردات هذه إذن مفردات من عائلة الكلمة، إذن ليست مرادفات بل عائلة الكلمة. إذن أقترح عليكم: ارتفع، ارتفاع، مرتفع، مرتفعات. نمر الآن إلى السؤال الأول من أفهم وأحلل. إذن السؤال الأول من أفهم وأحلل: أستخرج من النص أنواع السباحات التي يؤديها الطفل السباح. إذن بالنسبة لأنواع السباحات، إذن حسب النص، إذن فالطفل قال بأنه يؤدي جميع أنواع السباحة كسباحة الفراشة، ثم إذن سباحة الصدر والكارول وهي السباحة المعتادة، ثم سباحة الظهر. لاحظوا معي في بداية الجزء الثالث سيقول: ما كان يستهويني حقا هو سباحة الغطس. إذن فقد كان يجيد كذلك سباحة الغطس، إلا أن هذا النوع من السباحة لم يذكر في الجزء الثاني، لأن هناك يعني خطأ أو ربما إذن ستلاحظون ذلك في السؤال القادم وستكتشفون لماذا قلت بأنه ربما هناك خطأ في تقسيم الأجزاء. إذن سنجيب أنواع السباحات التي يؤديها الطفل السباح. إذن سباحة الفراشة، سباحة الصدر، سباحة الكارول، سباحة الظهر. إذن لاحظوا معي الآن السؤال الثاني: أحدد نوع السباحة التي كان يحبها الطفل السباح. إذن الآن إذا عدنا إلى النص، إذن لاحظوا معي: ما كان يستهويني حقا هو سباحة الغطس، يعني أن الطفل كان يحب سباحة الغطس، ونحن لم نذكر
أو النص الجزء الثاني لم يذكر إذن سباحة الغطس، إذن هناك خطأ في تقسيم الأجزاء، لأن هذا السؤال كان من الأجدر أن يطرح لدراسة الجزء الثالث، أو كانت تقسيم الأجزاء إذن لا يتوقف عند سباحة الظهر، بل كان ربما إذن من الأفضل أن نذكر جميع أنواع السباحات التي كان يجيدها الطفل، إذن ثم إذن نقسم الجزء الأجزاء الأخرى، إذن الجزء الثالث والجزء الرابع، أو نحدد الجزء الثالث والجزء الرابع. إذن فالجواب عن هذا السؤال إذن يوجد في الجزء الثالث وليس الجزء الثاني، إذن في الجزء الثالث، إذن في الجزء الثالث، لكننا سنجيب عن هذا السؤال رغم أنه في الجزء الثالث، لأنه لا يمكن أن نتركه بدون جواب. إذن نوع السباحة التي كان يحبها الطفل، إذن السباح هي سباحة الغطس، وبالتالي سنضيف هنا سباحة الغطس كنوع من السباحات التي يؤديها الطفل السباح. إذن نمر الآن إلى السؤال الثالث، أتلمس مدى تطابق توقعاتي ومضموني الجزئين الأول والثاني. إذن بالنسبة لي التوقعات التي قلنا بأن الطفل، إذن توقعات ما قبل القراءة، إذا قلنا في الجزء الأول بأن الطفل شغف الطفل برياضة السباق راجع لرغبته في الفوز والتفوق. إذا فبالنسبة للجزئين الأول والثاني، إذا نرى بأن هذا الطفل كان متمرسا ويتقن هذه الرياضة، رياضة السباحة. إذا أركب وأقوم، ألخص الجزء المقروء، إذا سنلخص الجزء الثاني. إذا بالنسبة لتلخيص الجزء الثاني، إذا يتحدث السارد في هذا الجزء من النص عن أنواع السباحات التي يؤديها وعن مميزات وطريقة تأدية كل نوع من هذه الأنواع، إذا بشكل مختصر أحدد الفكرة العامة مما قرأته، يعني فكرة الجزء الثاني. إذا في الفكرة العامة لهذا الجزء، إذا أنواع السباحات التي يؤديها الطفل السباح، إذا أنواع السباحات التي يؤديها الطفل السباح بطبيعة الحال، هذه الفكرة هي فكرة عامة وفكرة هذا الجزء. إذا أصدقائي نهاية الجزء الثاني، موعدنا يتجدد إن شاء الله في الجزء الموالي، الجزء الثالث والجزء الرابع إن شاء الله، لكي نختم النصوص المسترسلة الخاصة بهذا المرجع والمقرر لهذه السنة الدراسية. إذا أريد أن أذكركم بأنه أقوم بتنزيل فيديوهات خاصة بفروض المرحلة الرابعة، خاصة بالمستوى الخامس ومستويات أخرى لجميع المواد وجميع المكونات، يمكنكم الاطلاع عليها في قائمة تشغيل فروض المرحلة الرابعة 2021-2022، ستجدون القائمة على القناة. إذا هذه القائمة ستجدون فيها الفروض التي يمكنكم مشاهدتها بطبيعة الحال من أجل الاستعداد للفروض. أصدقائي إلى اللقاء.